معنا من عمان الخبير الاقتصادي عمرو عبدو. صبحك الله بالخير واهلا وسهلا فيك معنا اليوم. اعتقد انه يمكن تحت البلاطه صارت امن من البنوك استاذ عمرو، ها؟ نخبيهم فين؟ والله لا اعتقد البنوك لسه هي اعتقد البنوك هي لسه هي الامن. يعني وما حدث للبنك الاس بي بي سيليكون فالي بنك هو حقيقه يعني البنك لم ينهار ل مثلا بسبب فساد او بسبب خطا اداري، ولكن بسبب الظروف الاقتصاديه بشكل عام. يعني مثلا البدايه كانت في 2020 بدايه جائحه كورونا، البنوك المركزيه خفضت اسعار الفائده الى صفر تقريبا، وبدات في ضخ سيوله كبيره جدا في الاقتصاد والنظام المصرفي، وايضا ادت اعانات كبيره جدا حتى للافراد للاشخاص، فكان في سيوله كبيره، وهذه السيوله وجدت طريقها الى كودائع في البنوك، فودائع البنوك زادت بحوالي 38%. البنوك وجدت انه عندها كل هذه الودائع، وفي نفس الوقت ليس هناك اقراض كبير لانه الاقتصاد كان في حاله توقف تقريبا. اخذت هذه الودائع واشترت بها سندات حكوميه، وسندات حكومه امريكيه، يعني الامن والاضمن. فما حدث هو في سنه 2022 فجاه التضخم بدا يرتفع، الفدرالي الامريكي رفع سعر الفائده باعلى وتيره تاريخيا، وعندما يرتفع سعر الفائده وترتفع العوائد في علاقه عكسيه مع اسعار السندات، فهبطت قيمه السندات اللي هي موجوده في البالانس شيت، وفجاه وجد البنك نفسه انه لديه خسائر مؤقته. انا اذكر مؤقته ليه؟ لانه هذه السندات اذا انتظر عليها لحد ما يحين اجلها بياخذ كل راس المال كما هو. ولكن طيب 2022 عندما توقفت ايوه سيد عمرو، يمكن يعني احنا بنحللها بشكل اجتماعي اكبر، يعني كشخص مودع يمكن ما عنده حتى المعلومات الكافيه في علم الاقتصاد، انا كشخص مودع حاطط فلوسي في البنك، ما الذي يجعل فعلا بنك يقول لي يعني فين الحمايه، فين الحكومات من افلاس البنوك؟ على من تقع المسؤوليه الان؟ نعم، الحاجه الجيد بها انه معظم بلدان العالم يعني نجد انه في دائما مؤسسه بتكون دائما مؤسسه حكوميه اسمها مؤسسه ضمان الودائع. في الولايات المتحده مثلا في حاجه اسمها الاف دي اي سي، فيدرال ديبوزيت انشورنس كوربوريشن، اللي هي انه بتضمن ودائع اي حساب في اي بنك يخضع تحت مظلتها التأمينية لحد 250,000 دولار. فبالتالي إذا أي شخص عنده مثلا لسي مليون دولار، يعني من الأحسن إذا في شخص عنده مليون دولار وفي حالة من عدم اليقين عن حالة البنوك، ممكن أن يفتح 4 حسابات حتى لو في نفس البنك، 4 حسابات ويحط 250 250 250 250. أهم شيء ما تكون في حساب كامل واحد، يغير البنوك، ينوع البنوك. نعم، ولكن طبعا مثلا في شركات عندها مثلا 100 مليون ما حيفتحوا مثلا يعني 400 حساب. فبالتالي يعني من دائما من المستحسن انه يعني يكون مع بنك ضخم يعني ملاءة مالية ضخمة جدا، بحيث انه هذه الخسائر البسيطة المؤقتة لا تؤثر في الملاءة المالية للبنك بشكل عام، وهذا افتكر هو اللي حيحصل. يعني المشكله انه البنوك الصغيره هذه جذبت كل هذه الودائع لانها كانت تنافس او تزاحم البنوك الكبيره بانها رفعت العوائد على الودائع لكي تجذب كل هذه الودائع، يعني رفعت الفوائد على الودائع لكي تجذب كل هذه السيوله، ولم يكن احد يتوقع ان يحدث هذا التغيير الكبير في اسعار الفائده وبالتالي في قيمه السندات في خلال 12 شهر فقط. طيب يعني تقدر تقول لنا انه البنوك الكبيره محميه من الافلاس مثلا؟ هذه امور قد تصيب البعض، الاصغر احنا علينا مسؤوليه اختيار ايضا البنوك اللي نودع فيها اموالنا؟ نعم طبعا، في طلع مصطلح اسمه تو بيج تو فيل، انه هذا البنك يعني من 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 حجمه الضخم جدا انه اذا انهار سوف يؤثر في الاقتصاد ككل، فبالتالي الحكومه لن تسمح لهذا البنك ان ينهار. ايضا سيليكون فالي نفس الشيء، يعني هذا البنك هو لديه كان 200 مليار دولار ودائع، هو يعتبر ثاني اكبر انهيار من ليمان براذرز في سنه 2008. البنوك المركزيه تعلمت انه يعني حتى ازمه 2008 كان يمكن ان نتفاداها اذا تدخل الفدرالي الامريكي وانقذ بنك واحد بحكايه بتاعت اقل من 24 مليار دولار، ولكن لانه البنك الفدرالي انتظر يعني انتظر لكي يرى ماذا سيحدث، طلعت المشكله يعني اضطر لحلها تريليونات الدولارات. فالان البنوك المركزيه تعلمت الدرس، ومن منذ الوهله الاولى لاي شك من الجمهور تجاه اي بنك تتدخل الحكومه وتنقذ هذا البنك. فانا يعني انا لا اعتقد انه هذا البنك، يعني هذا البنك اي نعم هو انهار، ولكن
اوريدي الحكومه الامريكيه طلعت وقالت ودائع كل العملات حتى الاكثر من 250 الف دولار في اي حساب هي مضمونه تماما لطمانه الناس. بالمناسبه اي بنك في العالم، اي بنك في العالم مهما كان ملاءته الماليه، اذا قرر عدد كافي من من المودعين ان يذهبوا في نفس اللحظه ويطالبوا بودائعهم سينهار هذا البنك مهما كان هو، لانه البنوك دائما تعمل بنظام ما يسمى بالفراكشنال بانكينج. طيب طيب سيد حمر، ودائع مثلا 100 مليار باختصار ايش اللي صار خلى الناس كلها تروح تسحب ودائعها بالتالي يفلس البنك؟ يعني غريب. نعم، تكشف في تقرير انه الموجودات في الموازنه بتاعت البنك اللي هي سندات قيمتها انخفضت بحوالي تقريبا 15 او 18%، والبنك لانه يريد الحصول على سيوله لانه كان في مطالبات من المودعين، فاضطر انه يعني كان امام خيارين، يا اما يبيع هذه السندات قبل اجلها وسوف يخسر حوالي يعني مليارات، او ان يبيع اسهمه في السوق لكي يعني تريز سيوله ويعطي المودعين. فهذه زي شككت كثير جدا من المودعين في الملاءة الماليه للبنك، وطبعا راس المال جبان. ففجاه في ذات في عالم التواصل الاجتماعي كل الناس عرفت انه البنك هذا فيه مشكله تقريبا في ساعات، كلهم هجموا على البنك وقالوا انه احنا عايزين نسحب. أيوة. البنك خسر زي كم 40 مليار دولار في 24 ساعه، وبالتالي لذلك هو البنك انهار. يعني اذا لم يحدث كان ذلك، اذا لم يحدث كل هذا الهجوم على سحب الودائع ما كان حنسمع انه البنك انهار خالص. الله لا يجعلنا نسمع انه في بنك انهار، خصوصا اذا في فلوسنا يا سيد عمرو. ان شاء الله انهار. الله يحفظ البنوك يحفظ الفلوس. بس برضو اضمن من البلاطه يعني. من جد شكرا جزيلا لك من عمان الخبير الاقتصادي عمرو عبدو، شرح لنا كيف تفلس البنوك. يعطيك الف عافيه.